بس هيك شكرا. يلا بسيطة. أنا مالي سكران، أنا صاحي مالي سكران، بدي أحرق البيت، بدي أحرق الدنيا، بدي أحرق بوشانجي لك، بدي أحرق البوبجي لك، أنا صاحي لك صاحي وبدي إياك يفهمي. مين عمو أبسارة؟ حرقت لي البيت وشردتنا وبتقلي أهلين كمان؟ تشاهد على روحك. والله سارة لك سارة شو عم تسوي هون؟ بوشنكي كتير خطرة، طلعي معي لوصلك على البيت. يلا بدك تروح من وشي ولا بضربك طلقة M16 تجيب أجلك فيها؟ اتصطفلي يا أبو شريك. أبو شريك شايف هالبنت لحالة بوشنكي عم تتفتن؟ نزيل خلينا نخطفها. وقفي عندك وليك. لك مين انتو وشو بدكم مني؟ نحن عزرائيل اللي بده ياخد روحك. سارة بعجلك بعجلك. سارة انت بخير؟ سارة ايه انا بخير، شو جابك لهون؟ بدل ما تتشكريني. طيب شكرا. بس هيك شكرا. يلا بسيطة. اسمعوا يا بوشنجي، الكل يطلع ويسمع، اليوم يا باخد سارة يا بحرق الحارة. وينك يا سارة؟ وينك يا سارة؟ لا تخليني احرق الحارة. اطلعي عم اقلك يا سارة، اطلعي يا سارة واسمعي هالكلمتين اللي بدي اقلك ياهم. اطلعي. لك بنتي مينو هاد؟ لك ماما هذا معتز جارنا. خير شو بدك عمو؟ عمي اسمع هالكلمتين، انا جاي طالب بايد بنتك سارة. عمي مو هيك بيجوا بطلبوا بإيد بنات العالم، مو عيب عليك؟ جاي سكران؟ عمي سكران صاحي طالب إيد بنتك، موافق ولا لا؟ لا عمي لا، الله ييسر لك. معناتها اليوم بدي أحرق الحارة لعيونك يا سارة. لك هذا مجنون؟ شكله هذا عن جد بيحبك يا بنتي. ولك هربوا، هذا بده يحرق البيت، لك هربوا. يا الله وين بدي اهرب يا الله؟ انا مالي سكران، انا صاحي مالي سكران، بدي احرق البيت، بدي احرق الدنيا، بدي احرق بوشنجي لك، بدي احرق البوبجي لك، انا صاحي لك صاحي وبدي اياك يفهمي. لك عم تفهموا ولا لا؟ لك اذا بتقول لغيري لك بدمركم بقتلكم كلكم. ان هلا وقتك انت تخربي كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. لك هي موقف باص، خليني اوقف على موقف الباص واستنى شي باص جاي احسن شي. شو يا معتز عم تضرب لي فيها مراجل؟ بتساوي لي حالك روميا وجولييت؟ اهلين عمو ابسارة. حرقت لي البيت وشردتنا وبتقلي اهلين كمان؟ تشاهد على روحك. مين عم بقتلو؟ سارة هاي انتي؟ ايه هاي انا. لك ليش قتلتي ابوكي؟ لأنه كان بده يقتلك. طيب ليش قتلتيه؟ لأني بحبك. لأني بحبك. شو؟